حبيبي واخويا الاهلاوي الحزين، قوم يا عم افرح وانبسط، قوم افرح وانبسط وزقطط يا جدع. ده النهارده يوم للتاريخ، يوم للتاريخ يا صديقي. على الرغم ان انا عارف ان النادي الاهلي معكنن عليك يعني ومضايقك الفتره اللي فاتت كلها، بس هو بيزعلنا حبه وبيراضينا حبه حبه يا راجل. ده النهارده يوم للتاريخ، النهارده النادي الاهلي بيكوش على جوائز الكاف، جوائز الكاف النهاردة النادي الأهلي بيكوش عليها. النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا في 2023، ومش بس كده، ده خد عندك كمان بيرسي تاو أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في 2023. طب هي خلصت كده؟ لا، ده لسه برضو كهروبي، هدف كهروبي في الهلال السوداني أفضل هدف داخل قارة أفريقيا في 2023. يا راجل بقى كل ده وانت لسه زعلان؟ طب خد دي كمان، فرقتك النهاردة لسه واصلة السعودية علشان تلعب كاس العالم التاسع والرابع على التوالي. يا راجل ده في فرق ما شمتهوش، ده في فرق ما تعرفش اصلا يعني ايه كاس عالم للأندية ولا يعرفوا شكله. قوم يا جدع، قوم يا جدع افرح وانبسط، افرح وانبسط، انت بتشجع اعظم نادي في الكون، نادي القرن يا صديقي. يا جدع ده النهارده طارق قنديل لسان حاله كده من كتر الجوائز اللي استلمها، يقول لك يا جماعه الراجل عايز يريح، الراجل عايز يريح. طلع بسم الله الرحمن الرحيم النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا ل 2023، الراجل طلع وتمشى لحد المنصه واستلم الجائزه وتصور. يا دوبك الراجل نزل لسه هيقعد على الكرسي لسه يعني لسه ما بريتش، لسه هيقعد على الكرسي، قال لك استنى عم طارق رايح فين؟ استنى، ده عندك بيرسي تاو افضل لاعب داخل افريقيا، قال لك بسم الله ما شاء الله نطلع نتمشى تاني علشان لا مؤاخذه نستلم الجايزه التانيه. الراجل استلم الجايزه التانيه وتصور مع احمد حسن والحمد لله خدها ونزل شويه، لسه ما وصلش، قال لك يا عم طارق انت رايح فين يا عم طارق؟ استنى، ده في ده كهروبي، هو يا راجل كهروب الجول اللي جابه في الهلال السوداني فاز بافضل جول في 2023. الراجل طلع تاني، طب يا جماعه بدل المرمطه بتاعت الراجل دي، ها ما كنت حطوا له كرسي فوق على المنصه وخلاص، حطوا للراجل كرسي على المنصه وخلاص بدل الفرهده دي. ده الراجل جاله خشونه في الركبه يا جماعه من كتر الطلوع والنزول، يعني مش اسلوب ده يعني يا جماعه، مش اسلوب. وزي يا باشا افرح، افرح يا باشا وانبسط، افرح يا باشا وانبسط، انت بتشجع زي ما قلت لك اعظم نادي في الكون. زعلان يعني عشان الشناوي ما قفلناش احنا الاربعه؟ انا عارف انت زعلان عشان احنا ما قفلناهاش احنا وياسين بونو خد افضل حارس في افريقيا بدل الشناوي. بس يا جماعه يعني الشهاده لله، الراجل يعني طلع وصل بالمغرب يعني لقبل نهائي كاس العالم. احنا يعني الشناوي بسم الله ما شاء الله يعني مع منتخب مصر حاجه تغم، وطالعين من طلعنا من نهائي افريقيا وما صعدنا، وكان منظرنا بزراميط على يد السنغال على يدك يعني، فيعني الراجل مش ذنبه مع النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله وارقام لا تعد ولا تحصى يعني، بس للاسف مع المنتخب يعني على الله بقى على الله. فيعني لو دي يعني الحاجه الوحيده اللي مضايقاك ما تتضايقش يعني، احنا خدنا 3 جوائز الحمد لله رب العالمين وطلعنا بيهم ماشي، والنهارده استاذ طارق قنديل جاب معاه الشوال وهيعبي الجوائز دي كلها في شوال ويحطها على كتفه تمام، ويرجع ان شاء الله ايه بيها كده على القاهره علشان ان شاء الله تزين يعني دولاب بطولات النادي الاهلي. الف مبروك يا اهلاويه، والف الف الف مبروك يا اهلاويه، ولا لا مؤاخذه يعني ولا عزاء للناس التانيه.